اسمي أذري جعفر من السعودية، عمري 13 سنة. أنا اسمي جوري الصراني وعمري 16. بدأت أمارس كرة السلة من سنتين. من أكبر مشجعيني عائلتي ومدربتي رندا. من العوائق اللي واجهتها كنت خايفة في البداية وكنت دايماً أتوتر. من إنجازاتي إني شاركت في أول بطولة نتبول في الشرق الأوسط على متن الكروز، وكانت دعم من سبورت فور أول. لأن الحياة ميدان مليء بالتحدي، تشوفي كل هالعوائق والحواجز. ما هي لأجل توقفين؟ عشان تقفزي وتعدي، عشان تنطلقين بكل قوة وأبداً ما تخلي. وفي الموقف الصعب ولحظات التعب لازم تشدي، وإذا قالوا احلمي على قدك امضي بكل همة، لأن صحتك وطاقتك هي المهمة، وبين كل مهمة ومهمة خذي لك مساحة للحركة. تنفسي ومارسي هواياتك، جربي وحققي غاياتك، شاركي لحظات المتعة الحيوية، ودايم خليك قوية. لا يوقفك شيء.